وجود غزيرة من جميع أرياف الباب ومدينة الباب هي لتوحيد الصف جيش الحر وتأييدنا لأخوتنا الأتراك اللي هني شركاء بالدم في تحرير مناطق درع الفرات، وإن شاء الله نطلب من الجيش الحر البطل اللي هو إخوتنا وهو عصب المنطقة، ونطلب من أخوتنا الأتراك أنه يحرروا كافة المناطق اللي ضلت وبقت من الكلاب البيكيكي ومن النظام المجرم. إن شاء الله الثورة مستمرة طول ما فينا نبض ينبض إن شاء الله. أهالي الباب وأهالي الغوطة وأهالي حمص والمهجرين من جميع الأراضي السورية واقفين إيد وحدة في هذه المدينة الحبيبة مدينة الباب.